مشروعي هو مستقبلي شعار صالون تونس الأعمال في دورته الثانية من تنظيم ام بي جي اكسبو وبحضور عدد من أصحاب المشاريع بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وعلى هامش افتتاحه للصالون أكد وزير التكوين المهني والتشغيل زياد العذاري أنه 98% من نسيجنا الاقتصادي هي مشاريع صغرى، وأن الوزارة تعمل على بعث هيكل موحد لبعث المشاريع بدعم الولايات المتحدة الأمريكية. الصالون هذا مثل فرصة لنشر ثقافة بعث المؤسسات وتبادل الخبرات في مجال بعث المشاريع. احنا نقدم حلول مالية لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغرى اللي هما ما عندهمش حل مع البنوك، معناتها العباد الاكسكلو من سيستيم بانكير اون كيلكو سورت، دونك نحن نوفر لهم حلول بديلة، نمولوا المشاريع القائمة الذات، نعطيو قروضات من 500 دينار ل 20 مليون.